السلام عليكم. ما كلام ما شاء الله عن الهيباتيتس. الهيباتيتس فيه اكيوت وكرونيك. اول حاجه الاكيوت، من المعروف بالنسبه لنا او من المشهور بالنسبه لنا ان يعني هيباتيتس يعني هيباتيتس سي فيروس، يعني اسم الفيروس هيباتيتس سي او هيباتيتس بي. لا بس، ولكن في فيروسات تانية كتيره، وحتى ممكن حاجات مش انفكشن اصلا وتعمل هيباتيتس. طب انا عايز اعرف اسباب الهيباتيتس، عايز اعرف اسباب الهيباتيتس. يا اما تكون فيرال هيباتيتس، ده الموست كومن اللي احنا عارفينه اصلا. طب الفيروس الهيباتيتس مش السي والبي بس، لا هم الاي والبي والسي والدي والاي والجي. تمام، يبقى كده اي بي سي دي اي جي. ماشي، في عندنا فيروس ثانيه زي السيتوميجالو فيروس، الابشتاينبر فيروس، الهربس سمبلكس فيروس، وديلو فيبر فيروس، الايبولا فيروس. عندك في حاجات نون انفكشوس، يعني قصدي نون فيرال. نون فيرال زي مين؟ يعني انفكشن ولكن مش فيروسات، زي الملاريا. الملاريا ممكن تعمل هيباتيتس. ماشي، زي الليبتوسبايرا، الليبتوسبايروزس، الليبتوسبايروزس ممكن تعمل هيباتيتس. عندك البروسيلوزس تعمل هيباتيتس. ماشي، البروسيلوزس تعمل ايه؟ هيباتيتس. طيب في حاجات نون انفكشوس مش انفكشن اصلا، زي مين؟ نون انفكشوس زي الكحول، زي الكحول، زي الدي دي تي اللي هو الديناميت، الهالوسين. زي ايه الهالوسين؟ طيب زي الباراسيتامول، الباراسيتامول. طيب زي الاي ان اتش، كل ده بيعمل ايه؟ بيعمل هيباتيتس، هو نون انفكشوس. ماشي، طيب احنا قلنا مستقيما الاي والبي والسي والدي والاي، هناخدهم بشيء من التفصيل. عايز اعرف النيتشر بتاعته، التركيب بتاعته عباره عن ايه، المود كونسمشن بيتنقل ازاي، عايز اعرف الكيمشن بيريود والابيديميولوجي والايدج بيجي في انهي سن يعني، والاكيوت انفكشن مشهوره في انهي حاجه، والكورونيك انفكشن مشهوره فين، والكومبليكيشن مشهوره فين. ماشي، طيب عايز اعرف النيتشر. هنقول الاي والاي مع بعض، الاي والاي دايما مع بعض شبه بعض. تمام، البي والسي والدي اللي هم خسارتين من الكبد، سي اي بي دي سي بي دي. تمام، دول مع بعض. تمام، يبقى الاي والاي مع بعض والسي بي دي مع بعض. ماشي، طيب انيشال الاي وال هما كلهم ار ان فيروس، كلهم ار ان اي فيروس ما عدا البي دي ان اي فيروس، كلهم ار ان فيروس ما عدا البي دي ان اي فيروس. ماشي، طيب الاي بيبقى انتير فيروس، البي هيبقى دماغ. تمام كده، تمام كده. الهيباتيتس سي الفلافي فيروس، الهيباتيتس دي انكمبليت فيروس، هنعرف كمان شويه ليه، الهيباتيتس اي الكوكي فيروس. ماشي، مهم يعني هما كلهم ار ان اي ما عدا الهيباتيتس بي عباره عن دي ان اي. الموترانسمشن الاي والاي شبه بعض في كوره بالاكل، واحد مثلا في الكيسه كده، في الكيس واحد مثلا عدى على مطعم، مثلا على مطعم معفن كده وكل فيه او كل من الشارع وكده، فجاله ايه؟ هيباتيتس بي، هيباتيتس اي او اي. ماشي، هيباتيتس بي والسي ودي زي بعض، بيجوا بارنترال بالبلد والنيدل. مثلا الناس اللي هم ادكت، الناس مثلا لو دكاتره بتشك مثلا بالابره ولا حاجه، وكان بيتعامل مع عيان عنده هيباتيتس، او السكشوال هوموسكشوال الحاجات دي، او الفيرتيكال اثنين بالام للابن. ماشي، ترانس بلاسينتا. ماشي، انكم مش بريود الاي والاي من اثنين استوي، الاي والاي من اثنين استوي، البي والسي والدي من واحد استمص. الابيديميولوجي الاي والاي ممكن يبقى سبوراديك، يعني حالات منفرده، يعني التسمم الغذائي يعني منفرد، يعني حاله او اثنين بس. ممكن تبقى ابيديميك، وباء عالمي، وباء عالمي زي مثلا الصرف الصحي اختلط بالميه، فكل الناس شربت ميه فجالها الايه؟ الهيباتيتس. طيب الهيباتيتس بي والسي ودي سبوراديك، حالات منفرده. ماشي، الايدج لان ده غالبا يعني ايه، مش الابره دي مش هتلف على، مش هتلف على العالم كله يعني، هتلف مثلا على ايه، هتبقى واحد اثنين ثلاثه بس مش اكتر من كده. تمام، الايدج دي الاي والاي بتبقى في التشيلدرن واليانج ادلت. تمام، البي والسي ودي ان ايدج، الاكيوت انفكشن الاي والاي بيبقى مايلد. ماشي، عندنا البي والدي سيفير والسي مايلد. الكومبليكيشن غالبا اللي بيحصل في كرونيك، الكرونيك كرونيسيتي بيكمل معاه، بيطول معاه يعني الكبد اللي هو السي بي دي، ده اللي بيبقى فيه كرونيسيتي. ماشي، عايز اعرف الهيباتيتس دي ده فيروس ناقص، يعني فيروس ناقص ما يعرفش يشتغل لوحده، اصله ناقصه. هنعرف ان من ضمن تركيب، هنعرف ان الفيروس بتاعنا الفيروس عباره عن كور حشو. تمام، وعباره عن امبلو، امبلو حته حاجه شبه الظرف كده، امبلو، وحاجه اسمها سيرفس. تمام، حاجه يبقى ثلاث اجزاء، الكور والانفلوب والسيرفس. في جوه طبعا في دي ان اي او ار ان اي اللي هو الجينوم بتاعه يعني. تمام، قال لك الهيباتيتس دي لاك السيرفس، ما عندوش سيرفس، ما عندوش السيرفس انتيجين، فعشان يشتغل لازم يجي مصاحب لحاجه ثانيه، لازم يكون معاه هيباتيتس بي. يبقى ثاني كده الهيباتيتس دي ما يعرفش يشتغل الا اذا كان في هيباتيتس بي معاه، يا اما يكون اصلا اوريدي عنده هيباتيتس بي وجاله بعد كده هيباتيتس دي، بنسميها سوبر انفكشن، يبقى عنده من البدايه هيباتيتس بي وانا كملت عليه وجبته لقيت هيباتيتس دي، او كو انفكشن الاثنين مع بعض، اسره مع بعضين جايين مع بعض. ماشي، الهيباتيتس جي، الهيباتيتس جي شبه السي، جي شبه السي، هو
هو عباره عن ايه؟ ار ان ايه فيروس، يبقى الجي شبه الجي شبه السي والبي مع البي. الباثولوجي بيعمل نكروز على مستوى الهيباتوسايت، قال لك بيغير بيعمل التريشن، طب بيعمل التريشن في الهيباتوسايت، الفيروس بيمسك في البريفري بتاعت الهيباتوسايت ويغير في تركيبها، يعمل شويه بروتينات كده يخليها ايه الجهاز المناعي يبدا يتعرف على الهيباتوسايت على انها جسم غريب ده. تمام، ويبدا يحصل ايه كورونيك انفلاماتوري سيلز، الليمفوسايت بلازما سيل واستوسايت توجيذر ويز الكفر سيل موجوده اصلا، موجوده فين؟ موجوده في الليفر، تكتر في العدد والحجم يحصل لها هايبر بليزيا. تمام، في البرمننت كيس يحصل ماس نيكروزس ويبدا الكبد يحصل ايه يكش شويه، يحصل في شرينكج. الفيروس ممكن يوصل للكدني، ممكن يوصل للسلم المبرين، يعني الفيروس مش افكت ليفر بس، ده افكت ليفر وحاجات تانيه معاه. ماشي، يبقى كل الحكايه ان الفيروس عمل التريشن، عمل انتيجينيك التريشن للهيباتوسايت، الجهاز المناعي بدا يتعرف على الهيباتوسايت على انها جسم غريب ويكون ضدها انتي بوديز ويعمل ضدها ايه، يحصل ايه تجمع من كورونيك انفلاماتوري سيلز وهايبر بليزيا الكفر سيل ويحصل نكروزس وشرينكج. الكلينيكال بيكشر بنقسمها ايه، الان اكتريك، كلمه اكتريك يعني جوندس، ان اكتريك يعني ما فيش جوندس، اكتريك يعني في جوندس والكومبليكيشن. الان اكتريك بيبقى فيه لايك شويه ايه فيفر انوركسيا هيليك ماريز زي اي حمى، تمام، زي اي زي اي انفكشن، تمام، بس ما فيش جونس، ما فيش جونس. ممكن كمان الدياجنوزس يبقى ميست، ما اعرفش ان الراجل ده عنده هيباتيتس، تمام، يبقى صعب جدا تشخيصه في المرحله دي. الاكتريك، كلمه اكتر يعني ايه؟ يعني قصدي صفرا جونس، بنقسمها لثلاث ستيج، البري اكتريك والاكتريك والكونفالسنس. البري اكتريك ما قبل الجونس، البري اكتريك ما قبل الجونس. السيمتوم العيان هيشتكي من ايه؟ العيان هيشتكي من ايه؟ انوركسيا، بالذات لو بيشرب سجاير، بالذات لو بيشرب سجاير وبيشرب خمر، هتلاقيه بدأ يفقد الشهية، مش ما عادش عايز يشرب سجاير، انوركسيا للسجاير، تمام، نوزيا فومتنج بين رايت هايبوكوندريا، تمام، والابيجاستريا فيبر هيليك بالذات في تشيلدرن. ساينز انا كدكتور هكتشف ايه، هحط ايدي على الرايت هايبوكوندريا مكان الليفر هلاقيه تندر، لما الليفر ممكن يكبر شويه يحصل في كونجيشن، يعمل ستريتش على التين والكبسول فتعمل ايه، يبدا يفيد وجع، فيبدا يحس بوجع تندر في فاتو الجلد. تمام، نون سبيسيفيك ابدومينال راش فيفر ويز ريلاتيف براديكارديا، نتيجه للفايروس صوت اللي بتطلع بتعمل براديكارديا، بتعمل انتبيشن على الاس ان نود بتعمل براديكارديا. الاكتريك يعني اكتريك يعني جوندس بتحصل صفرا سيمبتوم، انوركسيا بتحسن شويه، التمبرتشر بتبدا تقل، الجوندس بتظهر يبقى دارك يورين وبيلستو، ليه؟ عشان في فاتو سيلفر، احنا قلنا في فاتو سيلفر الكونجيجيتد بيروبن، الكونجيجيتد بيروبن هيزيد شويه، هيزيد شويه في الدم، تمام، ينزل في اليورين يديني دارك يورين، بس يبقى طبعا اقل شويه من الاوبستراكت. ماشي، طيب استريكوباجيلين بيبقى قليل في الاستول، بيبقى بين الاستول. ماشي، طيب الساينس اللارج ان ذا ليفر سبيدينو ميجاليك يعني في خمس الحالات، واللارج سيرفايكال ليمف نود سيرفايكال ليمف ادينوباثي والنورمال تمبريكشر. الكونفالسنس دي غالبا بايه، بيرجع للنورمال، بيرجع للنورمال كومبليت ريكفري في الهيباتيتس سبيشالي في الهيباتيتس اي واي. الكومبليكيشن في عندنا هيباتيك واكسترا هيباتيك، كوميونيكيشن على مستوى الليفر ريلابس، قال لك ممكن يرد تاني عليه، يرد تاني عليه، تمام، يا اما كلينيكال يعني تظهر المانيفستيشن تانيه، يا اما بايو كيميكال يعني ايه الليفر انزيم تبدا تعلى تاني وبالروبن يبدا يعلى تاني. ممكن يحصل فالمنت هيباتيك فيلير، يحصل ماسيف نكروزس، يحصل ايه ماسيف نكروزس سبيشالي مع هيباتيتس بي ودي، سبيشالي مع هيباتيتس بي ودي. طيب البوست حاجه اسمها الواتسون سندروم، تمام، والبوست هيباتيتس سندروم. الواتسون سندروم ده معناها ايه؟ الجوندس والبروريتس بتستمر حوالي 28 ويكس، بيحصل في الايديما نتيجه الايديما للهيباتوسايت، تمام كده، انا عندي الليفر الهيباتوسايت ها بتحتقن، يحصل فيها ايديما، فالايديما تضغط على البيليار تراك، تضغط على البيليار تراك فتعمل اوبستراكت جوندس، تمام، فتعمل ايه بروريتس، يبدا يرش نتيجه البايل سولت تخرج بتعمل هيستامين، هيستامين ستيميليشن هيستامين ريسبتور، تمام، يبدا يرش يبقى عنده سكريتش مارك، بعد كده بيتحسن عليه، تبقى اكتر مشروع اكتر في الهيباتيتس اي، تمام. طيب البوست هيباتيتس سندروم اسمها ترانس امينايت، دي لو واحد دكتور او واحد دكتور عنده نولج يعني ايه، يعني قاري شويه او عارف عنده معلومات طبيه عن المرض ده، موسوس يعني هو بدا يتحسن وكل حاجه ولكن يقول لك انا ما اتحسنتش، انا لسه عندي وجع، انا لسه عندي فيفر، انا لسه عندي اندروكسي، انا لسه عندي الحاجات دي، هو عنده ايه موسوس، من الوسواس دي سايكولوجيكال يبدا يحصل سبازم على مستوى الدايفرام، يحصل ايه سايكولوجيكال سبازم على مستوى الدايفرام، فتبدا الحاله تسوء تاني، ترجع تاني تسوء، تمام، يبقى الليفر فانكشن بتبقى نورمال، ممكن يبقى في شويه مايلد رايز في الليفر انزايم، ولكن من البدايه كان سببها سايكولوجيكال. ماشي، يبقى الكرونيك كوميونيكيشن ممكن يبقى كارير، ممكن يبقى كرونيك هيباتيتس، ممكن يبقى سيروزس، ممكن كارسينوما، يبقى HCC.
الكومبليكيشن اما مش بتحصل مع الهيباتيتس ايه هو ايه؟ اكسترا هيباتيك. اكسترا هيباتيك زي مين؟ زي في عندنا هيماتولوجيكال يعني مصابات ممكن يحصل لينفوما، البي سيل لينفوما سبيشال، البي سيل لينفوما ماشي؟ سبيشال مع هيباتيتس سي ممكن يحصل ليمف ادينوبثي وانكسبليند انيميا ماشي؟ طيب كرايو جلوبينوميا، حاجه اسمها الكرايو جلوبينوميا عباره عن رينش وارثرالجيا وسبينوميجالي وويكنس بتحصل مع هيباتيتس سي. يبقى كرايو جلوبينوميا عباره عن هيباتيتس سي ماشي؟ لارج امونت اوف بروتين موجوده في البلد، موجوده في البلد تمام؟ طيب كلمه كرايو جلوبينوميا يعني البروتين دي موجوده ات كولد تمبريتشر في درجه حراره قليله ماشي؟ لو استخدمت انترفيرون بيحصل سيمتوماتيك امبروفمنت، الرش بتختفي والجوينت بين يبدا يقل ماشي. على مستوى السكين، على مستوى الكني جلوميرولونيفريتس، جلوميرولونيفريتس من نوع ممبرينو بروليفراتيف. الدرماتولوجيكال في عندنا حاجه اسمها بورفيريا بروتينيا طرده، الميتابوليزم بتاع الهيم، الميتابوليزم بتاع الهيم كان خطوات كتير في البايو كيمستري زمان، قال لك الخطوه الخامسه بيحصل فيها مشكله، الخطوه الخامسه بيعمل فيها مشكله فتعمل حاله اسمها البورفيريا كيتينيا طرده. في حاجه اسمها اللايكن بلانس، اللايكن بلانس ده مرض جلدي بيظهر في الشكل ده كده، ده شكل اللايكن بلانس، اللايكن بلانس ماشي ماشي، وده شكل البورفيريا كوتينيا طرده ماشي، ده شكل ايه البورفيريا كوتينيا طرده. الاندوكراين، الاندوكراين اللي بيحصل ممكن يحصل دايابيتس، دايابيتس سبيشال مع هيباتيتس سي، ممكن يحصل ثايرويد ديسفانكشن، هلاقي فيه انكريز الانتي ثايرويد انتي بودي سبيشالي لو كان السبب اوتوميون. السي ان اس ممكن يحصل جيليان بري سندروم، جيليان بري سندروم ممكن يحصل مونو نيورايتس مالتيبلكس. الجيليان بري عباره عن اوتوميون انتي بودي بيتكون اجينست ماي انكريز اوف نيرف يعمل اسندنج باراليسيس. انكفالايتس، انكفالومايلايتس نتيجه الاوتوميون انتي بودي بيتكون اجينست البرين سيلز. الار بيحصل يوفيايتس ما بتكلمش على مستوى اليوفيال تراكت، ممكن يحصل كورنيال السر تمام. طب الاذرس ممكن يحصل السيالي دانايتس ما بتكلمش على مستوى السليفري جلاند، الباروتيد والسب مانديبولار والحاجات دي. بولي ارترايتس نودوزا دي بتحصل مع هيباتيتس بي، يبقى نركز كده عشان ام سي كيو. البولي ارترايتس نودوزا بتحصل مع هيباتيتس بي، اما الكرايو جلوبيولينيميا بتحصل مع هيباتيتس سي، يبقى السي فور سي والبي فور بي. ممكن يحصل باكتيريتس، ممكن يحصل ارترايتس ايديوباتيك بالمونري فايبروسس. الانفستيجيشن دايجنوز للهيباتيتس نفسها، ليفر فانكشن هلاقي بيليروبين عالي ولكن باي فيزيك، يعني باي فيزيك يعني الدايركت اون دايركت عاليين، الليفر انزايم عاليين، هلاقي السجوت والسجوت عاليين ومايلد انكريز في الالكالين فوسفاتيز اقل من 30 ارمسترنج يونت ماشي؟ ماشي. النورمال سيروم البومين، البومين نورمال ليه؟ لان ده اكيوت، لان ده اكيوت الالبومين الهاف لايف بتاعته 3 ويكس تمام؟ عشان يبدا يتاثر لازم يكون كورنت ليبرتيز عشان يحصل ريفيرز جلوبيلين ريشيو. ريفيرز الالبومين جلوبيلين ريشيو ده بتحصل في الكورونيك مش الاكيوت. طب انكريس الجاما جلوبولين بتكون اجينست دامج الهيباتوسايت، بتكون اجينست الانتيجين اللي جاي من الجي اي تي فلورا، تكون نتيجه ليه؟ انتي بودي اجينست الفايرال انتيجين، يبقى بتكون اجينست ثلاث حاجات، يا اما الهيباتوسايت نفسها الدامج الهيباتوسايت، يا اما جي اي تي فلورا بتطلع توكسين بتطلع انتيجين تمام، يا اما الفايرال انتيجين نفسها. طيب البلد بيكتشر ليوكوبينيا وذ ريلاتيف ليمفوسيتوزس، ريلاتيف ليمفوسيتوزس معناها الوايت بس بتاعتنا في عندنا نيوتروفيل مونوسايت وليمفوسايت وكده. قال لك النيوتروفيل بتبدا تقل، النيوتروفيل والمونوسايت بتبدا تقل ماشي؟ قال لك نسبيا بيحصل ليمفوسيتوزس، لان لو انا عندي مثلا 10 خلايا، 10 خلايا منهم مثلا خمسه، منهم مثلا اربعه ليمفوسايت وسته مثلا باقي الخلايا دول بداوا يقلوا شويه، بداوا يقلوا شويه بقوا مثلا ثلاثه نسبيا دي زادت، ولكن هي ما زادتش، هي عشان الباقي قل هي زادت نسبيا فبنسميها ريلاتيف ليمفوسيتوزس. اليورين اناليسيس هلاقي ايه؟ هلاقي دارك يورين، دارك يورين عشان الكونجكتيف اليوروبي بينزل ماشي، انكريس اليورو بايلانجين عادي، اما الاستريكو بايلين بتاع الاستوري بقى قليل فبالتالي السوري بيبقى ايه؟ بيبقى بيل ماشي. هيماتوريا بروتينوريا نتيجه للجلوميريون فايتس تمام، يفقد بروتين ويفقد بلاد. الاستول هلاقي كلاي كلر عشان الاستريكو بايلين قليل، الاقي الاستاتوريا عشان البايل مش بينزل فمش بيحصل امتصاص للفات، فالفات بينزل في الاستول فبيبقى ايه جريزي واوفنسيف ريحته وحشه، وبيحصل كمان ديفيشنسي في الفات سوبر فيتامين الاي والدي والاي والكي تمام. عنده كيراتو ماليشيا، عنده لاين بلايندنس، عنده ريكتس او ستي ماليشيا، عنده ستريلتي او اسمها ايه اتاكسيا هيمولتيك انمي، عنده بليدنج تنس ماشي. طب ديكريس ستريكو بايدنجر ده اللي مخلي الفات، ده اللي مخلي الاستول لونه ايه كلي، يبقى الاستول لونه فاتح عشان ما فيش فيستكوبينوجن وريحته وحشه عشان ستيتوريا. الايمجنج في هيباتوميجالي وفي سبلينوميجالي، لو هلاقيها بالسونار، السونار هلاقي هيباتوميجالي وسبلينوميجالي ماشي.
طيب عندنا دايجنوز هيباتيتس، حاجه اسمها هيباتيتس ماركر. احنا قلنا في A و B و C و D و E، كل واحد فيهم انا هنشتغل فيهم لوحده. طيب ال A، ال A ادور على انتي بودي، قال لك في نوعين من الانتي بودي، امينوجلوبين M و G. ال M معناها ريسنت انفكشن، يعني الانفكشن دي بدري جايه له بقى حاجه بسيطه. ال G يعني اولد انفكشن بقى له كتير جايه له، تمام. الفيروس ممكن اعمل ستول، اعمل ستول اناليسيس هل في فيروس، هل في الفيروس، ماشي. طيب الهيباتيتس بي ماركر دي مهمه، احنا قلنا الفيروس بيتكون من ايه؟ جزء كور حشو حواليه ظرف اسمه انفلوب حواليه سيرفس، تمام. كل واحد من دول الجهاز المناعي بيتعامل معاه على انه انتيجين، يبقى كل واحد من دول بيطلع ايه؟ انتيجين، يبقى في ثلاثه انتيجين، والجهاز المناعي بيكون ضد انتي بودي ففي ثلاثه انتي بودي، تمام. يبقى كل واحد من دول عباره عن انتيجين وبيكون من ضد انتي بودي، عباره عن انتيجين بيكون ضد انتي بودي، عباره عن انتيجين بيكون ضد انتي بودي، وهم ست حاجات، تمام. اول حاجه السيرفس انتيجين والسيرفس انتي بودي. السيرفس انتيجين، السيرفس انتيجين ده نظريه 6 3 6 6 3 6، بيظهر بعد 6 ويك يختفي بعد 3 مانس، لو استمر اكتر من 6 مانس يبقى كارير او كورونيك ستيت. بيظهر بعد 6 ويك بيختفي بعد 3 مانس، لو استمر اكتر من 6 مانس معناها كورونيك ستيت. هيباتيتس بي انتي بودي او السيرفس انتي بودي ده معناها ان الشخص اللي عنده مناعه او ريكفري، يعني جاله خف عنده مناعه، تمام. طيب الهيباتيتس بي الكور، الكور قلنا كور في انتيجين وفي انتي بودي. الكور انتيجين ما بلاقوش بلاك، ما بلاقوش بلاك، لو خدت عينه من الليفر هلاقيها في الليفر بايوبسي، انما مش موجود في بلاك. الكور انتي بودي نوعين من الام وجي. الام معناها ايه؟ كورونيك اكتيف هيباتيتس، معناها ايه؟ الانفكشن بدري لسه جاله بدري. الجي معناها اولد انفكشن او كارير، يعني انفكشن من زمان. طيب الاي انتيجين، الاي انتيجين معناها الفيروس بيتكاثر كتير، بيتكاثر بسرعه، الفيروس مستعجل، تمام، مستعجل. ففي ايه؟ فيروس بكميه كبيره جدا، عنده هاي انفكتيفيتي، يقدر يعدي غيره بكل سهوله عشان الفيروس عنده بأعداد كبيره جدا. الاي انتي بودي معناها لو انفكتيفيتي، يعني الفيروس الريبليكيشن بتاعه بدا يقل والاميون سيستم بدا يتغلب عليه. هيباتيتس بي دي ان ايه؟ الدي ان ايه انا بدور عليه اللي هو الايه بقى عن طريق بي سي ار والدي ان ايه بروب والحاجات دي، عشان ايه؟ عشان دي موست اكيوريت طبعا، دي موست اكيوريت، ماشي. عندنا في حاجه اسمها ايه؟ الويندو فيز. يعني ايه ويندو فيز؟ انا دلوقتي في الاول في البدايه خالص الانتيجين بيظهر، الانتيجين بيظهر، تمام. ده كده اسم ال، ده كده اسم اللي ايه؟ الاس انتيجين، الاس انتيجين، او ده ده الاي انتيجين، الاي انتيجين، وده الاس انتيجين، ماشي. بعد كده الانتي بودي، الانتي بودي الاس انتي بودي بتبدا تظهر. في مرحله في النص هنا بتبقى ايه؟ اسمها الويندو فيز. الويندو فيز هي مرحله ما بين اختفاء الانتيجين وبدايه ظهور الانتي بودي، تمام، بنسميها الجاب فيز او الويندو فيز. الويندو فيز دي انا ممكن اتلخبط في التشخيص بتاعها، لو جالي العيان في المرحله دي مش هعرف اشخصه الا اذا انا قست، هقيس حاجه اسمها الكور انتي بودي. الكور انتي بودي بيبدا يظهر ويستمر معايا فلاقيه في الويندو فيز، يبقى الكور انتي بودي بيستمر معايا في خلال الويندو فيز، موجوده موجوده الكور انتي بودي، يبقى الكور انتي بودي بيبدا من الاول ويستمر لحد الاخر. يبقى الويندو فيز هل في الكور انتي بودي، ده اللي اشخص فيه الويندو فيز، ماشي. يبقى ده كده الانتيجين بيبدا يظهر، بعد كده بيختفي، بعد كده انتي بودي بيظهر. ومرحله اسمها الويندو فيز او الجاب فيز هي مرحله ما بين السيرو كونفرجن، يعني اختفاء الانتيجين وبدايه ظهور الانتي بودي، تمام. المرحله دي بنسميها الجاب فيز او الويندو فيز. المرحله عشان اشخصها بعتمد على الكور انتي بودي اللي بيبدا يستمر معايا طول الدايجنوستس. طب لكن بالنسبه للبي، للدي ادور على الهيباتيتس انتيجين، ادور على انتي بودي نوعين الام وجي. الام معناها اكيوت انفكشن والجي معناها اولد انفكشن. طيب انا بعمل ريفرس ترانسكريبتيز، ليه ريفرس ترانسكريبتيز؟ لان الدي فيروس عباره عن ار ان اي، انا بحوله دي ان اي عن طريق الريفرس ده، تمام. وبعد كده عن طريق الريفرس ترانسكريبتيز انزيم النسخ العكسي بيحول ار ان اي لدي ان اي، بعد كده بدور على الدي ان اي بالبي سي ار. الهيباتيتس سي الانتي بودي عن طريق الاليزا والريبا، تمام. الاليزا اللي هو الانزيم لينكد اميونو سيروم الاساسي، تمام. ولو انا شاكك فيه، اذا كنت في ريبه من الاليزا فعليك بالريبه، لو انا شاكك في الاليزا، لو انا عندي ريبه من الاليزا فعليك بالريبه اللي هو الايه؟ ريكومبنانت اميونو بلوت اساي، تمام. او اعمل ريفرس ترانسكريبتيز بي سي ار عشان هو من نوع الار ان اي فيروس، تمام. انزيم النسخ العكسي بيحول له دي ان اي، بعد كده بدور على البي سي ار كواليتيتيف وكوانتيتيف. طب الهيباتيتس اي عباره عن تو انتي بودي، الام والجي. الام معناها اكيوت انفكشن والجي معناها اولد انفكشن. التريتمنت اولا بريفنشن،
هيباتيتس اي فيروس، في عندنا بري اكسبوجر والبوست اكسبوجر. البري اكسبوجر هيباتيتس اي فاكسين والامينوجلوبين. الفاكسين لو واحد راح للانديميك اريا، معروف ان المنطقه دي عندهم هيباتيتس اي مشهور، فانا باخد الفاكسين باخده قبل ما اروح بشهر، قبل ما اسافر بشهر، تمام، بيدي 100% بروتكشن لمده 10 سنين. ماشي. قال لك امينوجلوبين، الامينوجلوبين طبعا لو انا عندي حساسيه ضد الفاكسين هل هضطر اخد امينوجلوبين 2 من 100 مللي لتر بير كي جي بيدي مناعه 2 مانس، لو خدته 6 من 100 مللي لتر بير كي جي بيدي مناعه 5 مانس. طب البوست اكسبوجر انا باخد امينوجلوبين، البوست اكسبوجر يعني مثلا اتشكيت مثلا او انا مثلا كلت اكل مثلا وشاكك ان انا عندي هيباتيتس اي، فباخد امينوجلوبين بعد 2 ويكس، بعد اسبوعين من الاكسبوجر، بعد اسبوعين من الاكسبوجر، لو انا مش مطعم، لو انا مش مطعم هاخد بعد اسبوعين من الاكسبوجر الامينوجلوبين، باخده 2 من 100 مللي لتر بير كي جي بيدي مناعه 2 مانس، او اخده 6 من 100 مللي لتر بير كي جي بيدي مناعه 5 مانس. تمام. بعد كده باخد الفاكسين ات ذا سيم تايم، بس ايه ان ديفرنت لمب، يعني باخده في مكان تاني غير الامينوجلوبين، يعني الامينوجلوبين خدته بتاع اليمين، الفاكسين اخده بتاع الشمال. بالنسبه لهيباتيتس بي، هيباتيتس بي في عندنا بري اكسبوجر وبوست اكسبوجر، البري اكسبوجر الفاكسين والامينوجلوبين. ماشي. الفاكسين قال لك بنص الهاي ريسك، الناس الهاي ريسك عينين المفيد دايما بيتنقل لهم بلد، البلد ده اللي هو دايما بيتنقل لهم بلد، فالبلد ممكن فيه هيباتيتس بي. تمام. طيب اللي هو الدونر يعني، او عيان هيموليتيك انيميا برضه بينقل دم على طول، الهيمو دايالسيس يعني الغسيل، الهيلث كير بروفيشنال الدكاتره. طيب الهوموسيكشوال، الناس اللي هم ايه الشواذ، دراج اديكت، ماشي، البيبيز لو الام عندها هيباتيتس بي هتنقله لابنها، فبياخد الفاكسين وبياخد ام جلوبين. ماشي. ميني كانتري حطت الفاكسين ككمبلسري فاكسين، كل الاطفال بتاخده. ماشي. طب الميثود لازم اعمل سكرينج الاول، اعمل سكرينج افويد الفاكسينيشن، لو واحد عنده انفكشن مثلا ما ينفعش ياخد فاكسينيشن. ماشي. الدوز 20 مايك 20 مايكرو جرام، تمام، في الشهر 0.16، يعني هاخد واحده النهارده، كمان شهر اخد واحده، كمان 6 شهور اخد واحده كمان. تمام. ادي بوستر دوز، لو انا ما استجبتش، لو انا لقيت لسه عندي ما خدتش المناعه، باخد كمان بوستر دوز. تمام. البوست اكسبوجر بروفيكسس باخد امينوجلوبين، لو الناظر عندها هيباتيتس بي، التشيلدرن بياخد الهيباتيتس بي امينوجلوبين، بيحمي نفسه. تمام. طب ان او نيد ستيك انجري، لو انا مثلا في مستشفى كدكتور اتشكيت بابره مثلا وطمخالط لحاله ايه، فكنت مثلا بعالج حاله هيباتيتس بي، فباخد امينوجلوبين، باخدها حوالي 6 من 100 مللي لتر بي جي. تمام. والسكند دوز بعد شهر. البريكوشن الامينوجلوبين لازم في خلال 48 ساعه من الاكسبوجر، لو انا شكيت النهارده في خلال يومين اكون خدت الامينوجلوبين. تمام. الفاكسين فيرست دوز بتتاخد قد خمس ساعات، لو انا خدت مثلا بتاع اليمين هاخد بتاع الشمال الناحيه الثانيه. الاكتيف تريتمنت البيد ريست، البيد ريست عشان اقلل الاكتيفيتي، عشان معلش ستريس على الليفر. تمام. طيب لحد ما بقى فري سيمتوم، يعني السيمتوم تخف خالص والليفر يبقى نون تندر، يعني الكونجيشن بدا يقل. تمام. والسيروم بالاورون يبقى اقل من 1.5 مللي جرام في المية. تمام. الدايت افويد الفات، افويد الفات، ممكن ياكل في بروتين عادي، كربوهيدرات عادي، بس افويد ايه، افويد الفات. ماشي. عشان بيعمل نوزيا. تمام. وافويد الكحول طبعا. طيب سيمتوماتيك تريتمنت، لو عنده نوزيا ياخد ميديو كولوبراميد، لو عنده بروريتس ياخد كوليسترامايد، وتريتمنت الكومبليكيشن. طيب بالنسبه للكورونيك هيباتايتس، الديفينيشن هو الجروب اوف ليفر ديزيز بيبقى فيه ديفيوز انفلاميشن، بيبقى ديفيوز انفلاميشن ونكروزس اكتر من 6 مانس. الايتيولوجي الهيباتايتس البي والسي والدي، الكبد البي اللي هو السي والبي والدي الكبد. ماشي. او اوتو من هيباتايتس بسميه اللي بوي الهيباتايتس، الدراجز الفا ميثيل دوبا والايزونايزاك، او الالكوهول، او الويلسون ديزيز، الفا 1 انتيجريشن ديفيشنسي، والكريبتوجينيك مش معروف لها سبب في 10% من الحالات. الباثولوجي في مايل فورم والسيفير فورم، المايل فورم بيبقى فيه كرونيك انفلاماتوري سيل، كرونيك انفلاماتوري سيلز سيلولار انفلتريشن في البورتا تراكت، عندي هنا بورتا اللي بيقول بالشكل ده اللي هو الهيباتيك ريجول دي، في هنا بورتا تراكت، في هنا سيلولار انفلتريشن في البورتا تراكت. تمام. الانفلتريشن بيكسند للبريفري، يضرب البريفري بتاعه الهيباتيك لوبيول. تمام. يعني حاجه اسمها البيس ميل نيكروزس، يبقى ياكل في البريفري، ياكل في البريفري، ياكل في ايه؟ في البريفري بالشكل ده، اسمها البيس ميل نيكروزس. طب في السيفير فورم زي المايل بس هنزود، ممكن يحصل فايبرز سته، في عندي هنا في هبات وفي هبات في الليفر سيلز بالشكل ده كده، في سنتر ليفر في النص وفي هنا هباتيك سيلز، ادي ايه الليفر سيلز، ليفر سيلز هباتوسايت. تمام. قال لك بعمل ايه؟ في فايبرز سته بتفصل الكولن بتاع الهباتوسايت، فايبرز سته بتفصل ما بين الخلايا بتاع الهباتوسايت. تمام. كمان بيحصل فايبرز بريدج، لو انا عندي مثلا ادي سنتر ليفر، ادي في هباتيك ريجول بالشكل ده كده، واحده ثانيه
في هنا فايبرس بريدج، فايبروسز بيكون زي كوبري، كوبري ما بين تو سنترال فين، ادي سنترال فين ولا سنترال فين، كوبري ما بينهم عباره عن فايبروسز تمام. او في هنا بورتا تراك، البورتا تراك كوبري ما بين السنترال فين والبورتا تراك، بنسميه هنا سنترو سنترال يعني ما بين تو سنترال فين، او سنترو بورتا يعني كوبري ما بين السنترال فين والبورتا تراك، او لو فيها بورتا تراك الثانيه يبقى بورتو بورتا. يبقى فايبرس ريدج اللي بتتكون يا اما سنترو سنترال يا اما سنترو بورتال يا اما بورتو بورتال. ماشي ماشي. استروز ممكن يحصل استروزس الكلينيكال فيكشر الهيباتيتس سي، قال لك دي مشهوره في مصر، مشهوره في مصر، في عندنا مايلد فورم وسيفير فورم. المايلد فورم اكسيدنتالي ريكفرد، اكسيدنتالي ديسكفرد، تكتشف بالصدفه. طب السيفير فورم، السيفير فورم لو هيبقى عنده مانيفستيشن اوف ليفر فيلير، مانيفستيشن اوف بورتال هايبرتنشن تمام، لو حصل ايه كومبليكيشن يعني، هل فيه هيباتوميجالي، هيباتوسبينوميجالي او شرانك ليفر على حسب الحاله بتاعته، او سبينينوميجالي على حسب الحاله بتاعته. هل في قصه هيباتيك كومبليكيشن زي الجلوميرولايتس والكرايو جلوبيولينيميا تحصل مع هيباتيتس سي، قلنا الكرايو جلوبيولينيميا تحصل مع هيباتيتس سي. طب في الهيباتيتس بي الاقي ايه؟ في الهيباتيتس بي تحصل في بعض الحالات في مصر تمام، بعد ايه؟ فولوينج اكيوت هيباتيتس. طيب الاوتومين هيباتيتس، الاوتومين هيباتيتس هي انون كوز، بس بيقول لك في اوتومين انتيبودي، اوتومين انتيبودي بتتكون اجينست الليفر سيلز، اوتومين انتيبودي بتتكون اجينست الليفر سيلز، بيحصل ديفكت في التي سبريسور تمام، في خليه اسمها تي سبريسور بتوصل، المفروض بتثبط من الاميون ريسبونس عشان ما يحصلش اكسجريشن، ما يحصلش اكسجريشن في الاميون ريسبونس. المفترض المفترض ان في انفكشن معينه دخلت الجسم، الاميون سيستم بيبدا يتعامل معاها ويعمل ايه اميون ريسبونس. في عندنا التي سبريسور بتثبط من الاميون ريسبونس تمام، في ديفكت في التي سبريسور دي، او في عندنا اوتو انتيبودي بتتكون اجينست ليفر سيلز وتبدا تكسر فيها. اللي بيزود الريسبونس ده، اللي بيزود الاوتو اميون انتيبودي او بيزود الديفكت في التي سبريسور، في عندنا انفايرمنتال فاكتور زي انفكشن او جيناتيك بريدسبوزيشن، عنده مشكله انفايرمنتال بيتعرض لحاجه معينه في النقطه دي البيئه، او عنده جيناتيك بريدسبوزيشن، عنده قابليه في الجينات بتاعته تمام، ممكن يكون برايمري ممكن يكون سكندري. طيب هي نوت كومن في مصر، تيجي في اليونج فيميل يعني هي مش مشهوره وتيجي في اليونج فيميل ماشي. تو تايبس، نوعين، تايب 1 وتايب 2. طيب 1 تيجي في بوست ميوبوزا فيميل، بيتكون عندها البوزيتيف، انا البوزيتيف انتي نيوكلير انتي بودي، من اسمها انتي نيوكلير يعني بيتكون انتي بودي اجينست نيوكليس ماشي، والازمه الانتي سموس مصر انتي بودي، الانتي سموس مصر انتي بودي، دي كانت موجوده في السيزميك لوبس الانتي الانا تمام. تايب 2، التايب 2 تحصل في المراهقين والانتينز والايرلي 20 في بدايه العشرينات تمام. في تايب 2 اي وتايب 2 بي، تايب 2 اي اسمها بوزيتيف لوكما، لوكما يعني ايه؟ ليفر كيدني مايكروزومال انتي بودي، ليفر كيدني مايكروسوم انتي بودي. طيب تو بي حاجه اسمها السوليبل ليفر انتيجن، السوليبل ليفر انتيجن ماشي. في اليونج ايج دي عباره عن اكيوت هيباتيتس وجوندس تمام. بعد كده اخش على سيروزس معاها اذر اوتو اميون ديزيز، اي مرض اوتو اميون بيبقى معاه اسوشيشن لاذر اوتو اميون ديزيز زي بول ارثرايتس، زي هيموليتيك انيميا، زي اوتو اميون ثايرويدايتس، زي فايبرولوجيك الفرايتس ماشي. الانفستيجيشن، الانفستيجيشن اعمل ليفر فانكشن تيست، الاقي اس تي او ال تي عاليين، البروتوما تايم برولونجد، السيروم بيليروبين عالي، الالبومين ديكريس عشان ده كورونيك ديزيز تمام، وريفرز الالبوم جلوبين ريشيو. طيب السونار هلاقي فيه ممكن الاقي نورمال، ممكن الاقي برايت هيباتوميجالي. البرايت هيباتوميجالي بتحصل في حالات الاوتو اميون، تحصل في الالكوهول، تحصل في الفات، فات ليفر ماشي. ممكن الاقي سبيلينوميجالي، ممكن الاقي سيروزس. ديتكشن للفيرال ماركر، ادور على انتي بودي او ادور على الار ان اي، ادور على الانتيجين الهيباتيتس مارك اللي احنا قلناها المره اللي فاتت، اللي احنا قلناها في من شويه تمام؟ قلناها من شويه. ديتكشن اوتو انتي بودي، ديتكشن الاوتو انتي بودي مش احنا قلنا بيكون اوتو انتي بودي اجينست ليفر سيلز، انا بدور على انتي بودي حاجه اسمها جلوبيولين والجلوبيولين جي يبقى عليه، او الانتي نيوكلير انتي بودي، او الازمه، او اللقمه، او الانتي سولوبل ليفر، السولوبل ليفر بروتين، السولوبل ليفر بروتين انتي بودي تمام، السولوبل ليفر انتيجين تمام، بيتكون فيه تايب 2 بي ماشي. ليفر بايبسي دايجنوستيك، خد عينه من الليفر الاقي فيه اوتو اميون انفيتريشن. التريتمنت الاوتو اميون هيباتيتس بعالجه بايه؟ كورتيزون برنسولول 30 مللي جرام بردي لمده اسبوع تمام. بعد كده نص الجرعه 15 مللي جرام بردي. بعد كده مينتنس دوز، مينتنس دوز كده لمده كام؟ 6 مانس ماشي. طب الازيستوبرين، الازيستوبرين برضه ايه؟ بيقلل المناعه، بيقلل المناعه ماشي، وبتنشيط الافكت، بتنشيط الافكت بتاع برنسولول. التريتمنت اوقفه امتى؟ اوقف التريتمنت لو لقيت نيجاتيف انا يعني الانتي بودي بدات تقل تمام، لقيت نورمال ترانس امينيز يعني لقيت البيلروبين ظبطت، الانزيم اتظبطت تمام، الجاما جلوبين ظبطت، الليفر بايوبسي انديكيت الان اكتيفيتي، لو عملت اخدت عينه هلاقي ان اكتيفيتي ماشي. بالنسبه للتريتمنت بتاع الهيباتيتس سي،
ده الريسنت تريتمنت. الريسنت تريتمنت نركز شويه مع بعض، هو مفيش في حاجه، مفيش في حاجه، ولكن بس نعرفه عشان الجايد لاين، عشان لو جه قال لنا في الامتحان عايز التريتمنت بتاع هيباتيتس لازم اكتب له العلاج الجديد. طيب بسم الله، كورونيك هيباتيتس. طيب بس لو انا خدت، لو انا خدت عينه من الليفر لقيت في كورونيك اكتيف هيباتيتس، او سحبت عينه من الدم اللي هو الحمله بتاعت 100 مليون صحه دي، قال لك ايه؟ لا لقيت الراجل ده بوزيتيف هيباتيتس سي، تمام؟ او لقيت ليفر انزايم بريزيستنت اليفيشن، اي حاجه من دي ده انديكيت الهيباتيتس سي فيروس تريتمنت. يبقى لو انا خدت عينه لقيت في كورونيك اكتيف هيباتيتس، او لو خدت عينه من الدم تمام لقيت فيه هيباتيتس سي فيروس ار ان اي، وطبعا بايه بناكدها بالبي سي ار، بناكدها بالبي سي ار واعمل حاجه اسمها الفيرال لود. الفيرال لود انا بشوف النسبه بتاع الفيروس، تمام؟ يبقى بعد ما اشوف لقيت الراجل ده بوزيتيف بعمل له بي سي ار عشان اشوف الفيرال لود، ماشي؟ والريزيستنت انكريز ليفر انزايمز، اكسبت لو الراجل ده عنده شورت لايف اكسبكتنسي، عنده مشكله في القلب، عنده مشكله في الكدني، عنده مشكله في غالبا هيموت يعني، تمام؟ عنده مشكله مالجنسي مثلا. يبقى اذا مش هعرضه، مش هعرضه لمشاكل التريتمنت بتاع هيباتيتس سي والكوست بتاعت هيباتيتس سي والحاجات دي كلها، وهو اصلا عنده يعني غالبا يعني شورت لايف اكسبكتنسي. طيب البيشنت لو عنده نورمال ليفر ساين بس اب نورمال بايوبسي، ده برضه ياخد العلاج. طيب كومنسيت ليفر ديزيز، ده ياخد العلاج، تمام؟ ده هيستفيد منه. او الجينوتايب، يعني ايه جينوتايب؟ الهيباتيتس سي فيروس ست جينوتايب، ست انواع. تمام؟ لو لقيت النوع الثاني والثالث، لو انا دورت كده على الجينوتايب بتاع الراجل ده لقيته من النوع الثاني او النوع الثالث، غالبا غالبا مش هيحتاج بايوبسي. ليه؟ لان غالبا هيخف، هيخف ان شاء الله. ليه؟ لان الريسبونس بتاعه عالي، الريسبونس بتاعه عالي جدا، تمام؟ يبقى النوع الثاني والنوع الثالث الريسبونس بتاعهم عالي جدا، تمام؟ فبدي له علاج وانا عارف ان الشخص ده هيفوق، هيروق يعني، هيشفى يعني، تمام؟ في عندنا ريسنت ثيرابي هنعرفه دلوقتي، العلاج القديم بالانترفيرون والريبابيرين، تمام؟ نعرف اسمها بس، يبقى الريسنت والانترفيرون تريتمنت هنقول دلوقتي ان شاء الله، والعلاج القديم اللي هو الايه؟ العلاج القديم اللي هو انترفيرون، انترفيرون الفا والريبابيرين، ماشي؟ اول حاجه الريسنت تريتمنت، الريسنت تريتمنت بنسميها الدايركت داتس، الدايركت اكتنج انتي فايرال، الدايركت اكتنج انتي فايرال دراجز او داتس. طبعا مشهور السبالدي، السبالدي اسم بتاع، اسم التاني بتاعه السوبسبوفير، السوبسبوفير. انا عايز اعرف الميكانيزم اوف اكشن بتاع كل ده. هو بيشتغل على الريبليكيشن، على الريبليكيشن بتاع الفيروس، تمام؟ كله بيشتغل على الريبليكيشن بتاع الفيروس. هنقول بس كده اسم الميكانيزم بتاعه، تمام؟ عايز اعرف الجرعه بتاعت كل ده، عايز اعرف السايد افكت، عايز اعرف الكومباينيشن، انا بدي دواء ايه مع دواء ايه، تمام؟ يبقى احنا عايز اعرف اسماء الادويه والجرعات والسايد افكت والميكانيزم اوف اكشن والكومباينيشن. الصبالدي او اسمه الثاني بتاعه السوبوسبوفير، انا بدي صبالدي زائد الريبافرين زائد حاجه كمان، يبقى كده بدي الصبالدي زائد الريبافرين زائد حاجه كمان اكوردنج تو الجينوتايب. الحاجه كمان دي اللي بيحددها الجينوتايب. في عندنا ستة جينوتايب اللي موجود في مصر غالبا النوع الرابع، اللي موجود في مصر النوع الرابع الجينوتايب رقم اربعه، تمام؟ بدي العلاج من 3 ل 6 مصر، لو عنده سيروزس بستمر معاه 6 مصر بس، غالبا بيبقى 3 مصر شهور، ماشي؟ يبقى تاني كده اكوردنج تو جينوتايب هم ست انواع اللي موجود في مصر اربعه، انا بدي العلاج الجرعه من 3 ل 6 مصر. هم مين الادويه بقى؟ على حسب الجينوتايب، لو الجينوتايب رقم 1 و4 و5 و6 يعني النوع الاولاني والرابع والخامس والسادس، هياخد دوايين السوبالدي والليدي، ليدي باسفير، الليدي باسفير، تمام؟ السوبالدي زائد حاجه كمان، السوبالدي زائد ليدي باسفير، ماشي؟ ممكن نزود الريبافيرين لو 1 و2 و3 و4 و5 و6 كل الانواع ينفع معاها مين؟ السبالدي زائد الفيلباتاسبير، فيلباتاسبير، تمام؟ لو كل الانواع برضه ممكن انظر ريجيمين اللي هم مين؟ سبالدي زائد الديكلاتاسبير، ديكلاتاسبير، تمام؟ لو النوع الاولاني، النوع الاولاني منفرد بذاته كده، السبالدي زائد السيمي بريفير، زائد ايه؟ السيمي بريفير. الادويه دي كلها الليدي والفيلبا والديكلا والسيمي الميكانيزم بتاعها ان اس 5 اي انهبيتور، نعرفها كده ان اس 5 اي انهبيتور، ده الميكانيزم بتاعه. السوبالدي الميكانيزم بتاعه ان اس 5 بي بوليمريز انهبيتور، ان اس 5 بي بوليمريز انهبيتور، ماشي؟ طب لو كان من النوع الاولاني والرابع والخامس والسادس، ممكن اديله البنتا بريفير والريتونافير والامبيتاسفير. يبقى البنتا بريفير، ريتونافير، امبيتاسفير. البنتا والريتونا الميكانيزم بتاعهم ال ان اس 3 4 اي بروتيز انهبيتور، الامبيتاسفير الميكانيزم بتاعها ال ان اس 5 اي انهبيتور. ممكن ازود معاهم كمان الداسابوفير
الدسا بوبير الميكانيزم بتاعه نان نيكوليتايد ان اس 5 بي بوليميريز انهبيتور. يبقى لو الاربعه مع دول ممكن ادي ثلاث ادويه، البنتا والريتونا والامبيتا والدسا. لو النوع الاولاني والرابع والخامس والسادس، الجرازوبريفير والالباسبير. جرازوبريفير والالباسبير. الجرازوبريفير الميكانيزم بتاعه ان اس 3 4 اي بروتيز انهبيتور. الالباسبير ان اس 5 اي انهبيتور. لو البيشنت عنده سيروزس او كومنسيتد، حاجه اسمها الكلاسيفيكيشن الشايد بوف كلاسيفيكيشن، الشايد بوف كلاسيفيكيشن تايب ايه، بديله السبالدي وفي الباتاسبير لمده 12 ويك، يعني كام؟ 12 على 4، 12 على 4 3 مانس، ممكن اديله 3 مانس. وناس بتقول لي كمل لحد 6 مانس. طيب او ممكن اديله الجليكا بريفير والبيبرين بيبرين تسبير. ببرين تسبير تمام. ده بيديني ريسبونس بنسميه سستيند فيرولوجيكال ريسبونس 95، اكتر من 95%. يبقى تاني كده، البيشنت عنده سيروزس او كومنسيتد بنسميه اللي تشايد بوف كلاسيفيكيشن تايب بي، بدي له مده 12 ويك، السوبالدي زائد الباتاسبير والجليكا بريفير والبريبرين بريبرين تسبير تمام، بتديني ريسبونس بنسميه سستيند فيرولوجيكال ريسبونس اكتر من 95%، يعني السكسس يعني must exclude HSC. لازم exclude HSC عن طريق الالفا فيتو بروتين والريس جاما كربوكسيل جلوتامين او البايبسي. طب لو بيشنت عنده ديكومانسيتد سيروزس او تشايلد بوف كلاسيفيكيشن تايب بي او سي تمام، كونترا انديكيشن البروتيز انهبيتور، ما ينفعش اديله بروتيز انهبيتور، هم اخرهم بريفير، اي حاجه اخرها بريفير ما ينفعش اديها تمام. طيب انا بديله ايه؟ بديله السوبالدي زائد فيلباتاسبير. الباتاسبير مش بريفير، يبقى سوفالدي زائد بالباتاسبير، او ممكن ادي سوفالدي زائد الليدي باسبير زائد الريبافرين، يعني الريبافرين ثابت، يبقى السوفالدي زائد الباتاسبير زائد الريبافرين، او السوفالدي زائد الليدي باسبير زائد الريبافرين لمده 12 ويكس. وبعد كده بعد ما اعمله ترانسبلانتيشن ريبيت تريتمنت. الاسامي رخمه بس لازم نحفظها. طيب الهيباتيتس بي حاجه اسمها الجوريزم شوينج الجايد لاين بتاعه التريتمنت اوف هيباتيتس بي تمام. بنقيس الهيباتيتس دي دي ان الهيباتيتس بي دي ان اي، بنشوف مستوى الدي ان اي لو اقل من 1000 انترناشونال يونت بر ام ال، او لو لقيت الالانين ترانس امينيز اللي هو الاي ال تي ده انزيم يعني اقل من الابر لور اسمها الابر ليميت اوف نورمال، الابر نورمال ليميت. يعني ايه؟ يعني مثلا هنقول مثال الاي ال تي مثلا هنقول من 5 ل 10، هو مش 5 ل 10 بس هنقول مثال اي حاجه، الليميتيشن بتاع النورمال يعني اقصى حاجه في النورمال 10 تمام. لو هو اقل من 10 بنسميه اقل من الابر ليميت نورمال، يعني الاي ال تي لسه ما وصلش لل 10، لسه ما وصلش للابر ليميت نورمال. طبقا لمين؟ طبقا لمين الكلام ده؟ طبقا لمين؟ انا مش جايب الكلام ده من عندي، لا الكلام ده مين؟ طبعا حاجه اسمها الامريكان اسوشيشن اوف ستادي اوف ليفر ديزيز، او اليوروبيان اسوشيشن اوف ستادي اوف ليفر ديزيز، يبقى امريكا اوروبا تمام ماشي. اعمل له مونيتور لمده 6 ل 3 مصر. يبقى لو لقيت الدي ان اي اقل من 1000 انتراشن يونت والاي ال تي لسه ما وصلش للابر ليميت نورمال طبقا لامريكا اوروبا، قال لك مونيتور حلو. طيب لو لقيت الدي ان اي من 2000 ل 20000 انتراشن يونت بر ام ال، او لقيت هبص على الاي ال تي لو اكتر من الابر ليميت نورمال، ابر ليميت نورمال يعني مثلا اكتر من 10، اكتر من ايه؟ اكتر من 10 تمام. طبقا لليوروبيان اسوشيشن اوف ستادي اوف ليفر ديزيز، المنظمه الاوروبيه يعني بتاعت الكبد دي، قال لك مونيتور تابعه لمده 6 شهور واخد بايوبسي. لو لقيت في البايوبسي مودريت تو سيفير انفلاميشن او سيجنيفيكانت فايبروزس ابدا التريتمنت تمام. يبقى الراجل ده اللي عنده الدي ان ايه من 20 ل 20 من 2000 ل 20000 ده عامل له ايه؟ طبقا لاوروبا قال لك هعمل له مونيتور وعمل له ليفر بايبسي، لو لقيت انفلاميشن وفايبروزس ابدا تريتمنت. طب لو لقيت الهيباتيتس بي دي ان اي اكتر من 20000 انترناشونال يونت بالام ال، ابص على الاي ال تي، ابص على الاي ال تي لو لقيته قد الابر ليميت نورمال، يعني مثلا وصل ل 10، احنا مثلا هنقول مثال من 5 ل 10 الليميت نورمال بتاعنا 10، لو وصل ل 10 او ضعف ال 10 يعني وصل 20، يعني واحد في الابر ليميت نورمال او اثنين في الابر ليميت نورمال، يعني وصل 10 او وصل 20 طبقا لامريكا واوروبا
قال لك هنعمل ايه؟ هنعمل مونيتور لمده كام؟ 6 مانس. بعد كده اعمل ليفر بايبس. ليفر بايبس اعملها امتى؟ الجا للليفر بايبس امتى؟ لو لقيت الاي ال تي بريزستنت، يعني مستمر عالي عالي، يا اما وصل للابر ليمت نورمال يا اما ضعف الابر ليمت نورمال، او لقيت الايدج من 3 من 30 ل 40 يير، او لقيت بوزيتيف فاميلي هيستوري او هيباتيتس سيل كارسينوما اتش اس سي. تمام، الحالات دي اكونسيدر ليفر بايبس، لازم اعمل عجينه. ولو لقيت في العينه مودريت وسيفير انفلاميشن او سيجنيفيكنت فايبروزس ابدا تريتمنت. تمام، يبقى كل الحكايه انا بشوف هبدا تريتمنت امتى مش اكتر. تمام، طيب لو الاي ال تي ضعف الابر ليميت نورمال، يعني مثلا وصل 20 او اكتر 30 40، يعني ضعف الابر ليميت نورمال طبقا للامريكا اوروبا، قال لك مونيتور لست مانس. لو نو سبونتينيوس ديكريس في الهيباتيتس اي انتيجين، لو انا بقيس الهيباتيتس اي انتيجين في الدم لقيته لسه عالي، لقيته لسه موجود وعالي، ابدا تريتمنت. قال لك اختصار الاي اي ال الاي اي اس ال دي امريكان اسوشيشن فور ستادي اوف ديزيز، الاي اي اس ال يوروبيان اسوشيشن فور ستادي اوف ديزيز، واليو ال ان الابر ليميت اوف نورمال. الانتي فايرال تريتمنت، عايز اعرف اسامي الادويه والجرعات والسايد افكت، وبتاخد قد ايه؟ بتتاخد كام سنه؟ البيجليتر انترفيرون 2 الفا 2 اي، البيجليتر انترفيرون 2 اي تتاخد 180 مايكرو جرام بالويك لمده سنه، لمده سنه. تمام، السايد افكت فلو لايك، يعني فاهم، فيفر امكس هيت مريز شويه فتيج اوتو اميون ديسوردر. اللامي بودين، اللامي بودين 100 ميلي جرام بالداي لمده اكثر من سنه، اكثر من سنه. تمام، السايد افكت اللاكتيك اسيروزس وبنكرياتايتس. التيل بي بودين، التيل بي بودين 600 ميلي جرام بالداي اكثر من سنه، اكثر من سنه. سايد افكت اللاكتيك اسيروزس بولي نيوروباثي ومايوس. تمام، طبقا لمين؟ لقيت الهيباتيتس اي انتيجين بوزيتيف. تمام، فلازم ابدا بالادويه دي. الانتي كبير، الانتي كبير من 5 من 5 ل 10 ل 1 ميلي جرام بالدي اكتر من سنه لو لقيت الاي انتيجين بوزيتيف. السايد افكت لاكتيك اسيدوسس. الادي فوبير 10 ميلي جرام بالدي اكتر من سنه، سايد افكت لاكتيك اسيدوسس فانكوني سندروم والاكيوت رينال فيلير والدايبيتس انسيبيدس. سكر كادر ماشي. طب التينوفوبير 300 ميلي جرام بالدي اكتر من سنه، السايد افكت لاكتيك اسيدوسس فانكوني سندروم والاوستيوماليش. كل الادويه اللي احنا دي، كل الادويه اكسبت البيجليت الانترفيرون انا باخدها فور انديفينيت بيريود، معرفش المده قد ايه، مكتوبه كده انديفينيت بيريود. لو لقيت نيجاتيف اي انتيجين، لو لقيت نيجاتيف اي انتيجين. تمام، الانديكيشن فور تريتمنت اوف هيباتيتس بي. تمام، قال لك تو سمرايز، قال لك لو ايه اللي عادي، لو لقيت نيكروزس وفايبروزس او انفلاميشن، لو لقيت الدي ان اي اكتر من 20000 انترناشونال يونت بير ام ال، او لقيت الاي ال تي اكتر من ضعف في الابر ليميت نورمال ريجاردلس اوف ديجري اوف فايبروز، يعني مجرد بس ما الاقي ال تي وصل اكتر من ضعف النورمال او الدي ان اي اكتر من 20000 انتراكشن يونت ابدا علاج. البيشنت ويز كومنسيت او دي كومنسيت سيروزس. تمام، بس لقيت الهيباتيتس بي دي ان اي عالي او الاي ال تي عالي. تمام، العلاج القديم ده عشان برضه نبقى قلناه وخلاص، العلاج القديم كان في حاجه اسمها انترفيون الفا والريبابريل. الانترفيون الفا بيخطئ من مش مهم الجرعه، عايز اضرب السايد افكت بتاعته، السايد افكت بتاعته بيعمل ايه؟ بيعمل فلو لايك، بيعمل افتر فيس انزكشن، افتر فيس من اول حقنه يعمل فلو لايك، يعني فيفر اكسي هيريك ماليز، شويه فاتيج، شويه هيريك، مايالجي، مايكودايتس، ديبريشن، بوم مرض ديبريشن، ريفرزابل، ريفرزابل اوتو ميس اوردر زي ثايرويد جلاس وهيموريتيك انيميا. طيب حاجه اسمها البيجليت انترفيون بيبقى بس احسن شويه، افضل شويه من الايه؟ من الكونفنشنال، يعني كونفنشنال وبيجليت. الكونفنشنال احنا قلناها، البيجليت افضل شويه من الكونفنشنال. طب الريبافرين بيعمل هيماتيك انيميا وثيرات جينيك انفكت. ماشي، في عندنا الكونتر انديكيشن اوف انترفيرون، لو قلت مثلا الكونتر انديكيشن اوف انترفيرون العلاج ده قديم بس عشان يبقى قلناه خلاص، مكتوب الكتب. كونتر انديكيشن لو واحد ديكومنسيتد، ديكومنسيتد ما ياخدوش، لو واحده بريجننت ما تاخدوش عشان في ثيرات جينيك انفكت. تمام، لو واحد سايكيك عنده مشكله سايكيك، لو واحد بيبقى عنده سيزرز ما ياخدوش. تمام، لو واحد ان كنترول دايابيتس، ان كنترول دايابيتس ما ياخدوش، واحد عنده مشكله في الهارت ما ياخدوش، واحد عنده مشكله في اللنج ما ياخدوش، واحد عنده اوتو اميون ديس اوردر لانه اصلا بيعمل اوتو اميون ديس اوردر ما ياخدوش، واحد عنده اوتو اميون ديس اوردر ما ياخدوش. طيب واحد عنده رينال فيلير ما ياخدوش. التريتمنت اوف الهيباتيتس بي، العلاج القديم كان انترفيرون الفا او الريفيرون. تمام، واللاميبودين ده موجود في العلاج الجديد والقديم. تمام، ده بيقلل البروجريشن اوف سيروزس، بيقلل البروجريشن اوف سيروزس. ريسبونس اوف تريتمنت، طبعا انا عايز اقلل الانتيجين وازود من الانتي بودي. تمام، قال لك لو لقيت الدي ان ايه خلاص ما عادش موجود، عملت بي سي ار ما لقيتش نسبه، لقيت نسبه قليله جدا او ما فيش نسبه اصلا من الدي ان ايه في الدم،
تمام، لو لقيت الاي انتيجين فقد ما عادش فيه اي انتيجين، ولقيت الاي انتي بودي ظهر في الدم، تمام، يبقى الانتيجين بيقل والانتي بودي بيزيد. الهيباتيتس سي لو لقيت نيجاتيف بي سي ار. طب طبعا اعالج السيروزس لو في مانيفستيشن ليفر سيفيليا او مانيفستيشن ريبورت هايبرتنشن عاليه.